أهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بصرني رحب بالمشرف على موقع الانتشار الصحافي الأستاذ إبراهيم عوض. أهلا وسهلا فيك. أنا أستأذنك. بداية أستاذ إبراهيم، يعني حديث الساعة دخول أو وصول السفينة يلي متخصصة بالتنقيب عن النفط إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذا الحديث حديث الساعة اليوم، برأيك الأمور لوين متجهة بالساعات المقبلة؟ يعني طبعا قبل ما نتحدث ببرنامجكم الكريم كان في اتصال بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتفاهموا على أنه يدعو المندوب الأمريكي أو بالأحرى المفاوض الأمريكي السيد أوبشتاين للحضور إلى لبنان بأسرع وقت ممكن. يعني هذا هو التدبير الأول الذي خرج به، أو فينا نقول خرج به الدولة، يعني حتى يتباحثوا معه ويستأنف المفاوضات حتى يعني تفاديا لأي تدهور لا قدر الله من الناحية العسكرية، لأنه حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أدت صراحة أنه ما يخلوا الإسرائيليين يسرقوا لنا الغاز المخصص لنا، ولا أيضا يعني استباحة الحدود. قبل ما نتحدث عن رأي حزب الله، يعني اليوم حتى حديثك عن الاتصال اللي صار بين الرؤساء وطلبهم تدخل أو إعادة المفاوضات بشكل سريع مع الأمريكان، هذا بيأكد أنه كان في خلل ما بمطرح معين. برأيك مين كان مسؤول عن تنييم الملف ولحديت الواقع يلي وصلنا إليه؟ يعني هلا مشان انه في خلل، اكيد في خلل، يعني حتى نوصل الى ما وصلنا اليه، يعني تاتي السفينه وتتمركز في حق الكريش كل هالفتره كل هالوقت هذا بدون ما يكون في اجراءات، بدون ما يكون في تدابير. يعني حتى اذا انا ماني غلطان اجتماعات مجلس الوزراء الاخيره ما قبل استقاله الحكومه ما كنا نسمع فيها انه تم بحث في مساله ترسيم الحدود او غير ذلك. يعني نحن دائما نترك الامور لاخر وقت، وهذا اللي صاير معنا بالوقت الحاضر. وتعوا يا مجتمع الدولي طبعا على راس الولايات المتحده الامريكيه، تعال نشوف شو لازم نعمل، وتعال نشوف شو بدنا نسوي. اكيد في خلل ما. بحب اقول لك شغله، يعني من كثر ما تداخلت المواقف والتحليلات والاستنتاجات صار الواحد بيضيع ايهما الصح ايهما الغلط. بكل صراحه يعني فيما نذر اللي عنده صوره واضحه عما حصل حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن أخي الكريم. نعم، يعني بخصوص موضوع حزب الله، سمعنا عضو المجلس السياسي محمود ماطي عم بيقول إنه لن نسمح بأن تنقب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، وكمان كانوا ناطرين توضيح من يلي يعني مستلم الملف اللي هو رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ناطر توضيح من قيادة الجيش، وكل واحد ناطر الثاني. بتعتقد حزب الله راح يدخل لبنان بحرب مع إسرائيل، أو المفاوضات يلي راح ترجع بين الأمريكان من جهة والإسرائيلية من جهة ثانية راح تقدر توقف السفينة عن استكمال أو البدء بعملية التنقيب؟ نعم، هلأ آخر كلام لحزب الله أنه هم بانتظار موقف الدولة اللبنانية. طبعا صار في اكيد هذا كلام للسيد هاشم صفي الدين، صحيح؟ اكيد هلا صار في تشاور بين الرئيس عون، بين الرئيس بقاطي، بين الحسب، اكيد صار في تشاور. انا يعني انا متاكد من ذلك، ويمكن الدولة طلبت انه تريس بعض الوقت قبل ان نتخذ اي تدبير. مقصود حزب الله يعني يتخذ اي تدبير ريثما ياتي المبعوث الامريكي، ولنرى ماذا سيحدث معه المبعوث الامريكي ومدى تجاوبه مع الطلب اللبناني بوقف التنقيب الاسرائيلي بالوقت الحاضر. في وقت يعني الان مطلوب تريس قليلا. بعتقد استجاب الحزب وعبر عن ذلك احد التصاريح الموجوده اليوم، تعبير واضح بهالشيء.
برأيك وصلنا ل يعني تسوية قريبة مع العدو أو موضوع تطبيع معين إدمين على هيك مرحلة بالقريب؟ تطبيق غير وارد. هلا في مفاوض امريكي عم يتفاوض بين لبنان وبين الجانب نعم. الاسرائيلي. قصه التطبيق ما لها علاقه، هون في قصه ترسيم حدود، كل واحد مثل ما بيقولوا واقف عند حده، نحن نعم. كل واحد لازم يعرف حدوده حتى ما يصير في تجاوز. هلا هون نحن فينا نقول انه اسرائيل باعتبار في شيء متنازع عليه، يعني ما في شيء مفروض لا من جانبنا ولا من جانب، يمكن اسرائيل اخذت رايي انه لا هيدا الكريش لانه ما له علاقه بلبنان، ولكن نحن الجانب اللبناني بنقول انه حق الكريش متنازع عليه، واي تدخل اسرائيلي بهذا الموضوع يعتبر اعتداء. وهذا الكلام مش من ابراهيم عواد، هذا كلام رئيس الجمهوريه وكريم رئيس الحكومه، وايضا اليوم كلام لرئيس مجلس النواب، واللافت في كلام الرئيس مجلس النواب انه اذا ما توصلنا الى اي اجراء في الوقت الحاضر او اي تفاهم في الوقت الحاضر فعلينا ان نعدل المرسوم 6433. هذا كلام رئيس بري اليوم. نعم. قد ايه هذا الملف رح ياثر على الاستحقاقات اللي جايه برايك بلبنان؟ يعني نحن مكتوب علينا انه كل استحقاق يكون اشد وطأة علينا من الاول، يعني نحن يعني بكفينا هالكوارث اللي عايشينها، هالمآسي اللي عايشينها، هالفواجع اللي عايشينها، حتى تجينا كمان قضيه مثل هالقضيه على جانب كبير من الخطوره، هي بتعرف تهدد كل الجو العام في لبنان لا قدر الله اذا وصل الامور الى نزاع عسكري. يعني ف يعني ما ناقصه لبنان، ولكن هذا قدرنا، لا حول ولا قوه. برايك المشكل يلي صار اليوم على الحدود رح يخفف من الاحتدام يلي كان ممكن يصير بكره بجلسه انتخاب اللجان؟ لا ما بعتقد هيدي، يعني ما داخل هيدي بهيدي، بس كمان بالنسبه لموضوع اللجان والانتخاب انا اجاني من الزميله الحمد لله الا الزميله لانه هي اعلاميه النائبه بولا يعقوبيان، انه في مؤتمر صحفي للنواب الجدد النواب التغييريين عند الساعه بعتقد 1:30 او 2 الربع اليوم، صحيح، للبحث في قضيه ترسيم الحدود تحديدا، في هذه القضيه تحديدا. فاليوم هلا يبدو الاهتمام شوي توجه الى المسألة التاهمة علينا اللي هي ترسيم وحقل الكريش الى ما هنالك. يعني بدنا نشوف كمان شو بيطلع منه الاجتماع يلي تفاهموا انه ينطق باسمه النائب نقيب المحامين السابق ملحم خلف. اعتبرت انه المجلس الجديد صدامة، ليش هالتسمية او ليش هذا الاعتبار؟ اول شيء قبل ما انه يعني بيصير المجلس، يعني انا هذا الراي كان فور صدور نتائج الانتخابات، يعني نعم، لانه شفنا مدى التجزم والتفكك الموجود ومدى المواقف من العيار الثقيل التي اطلقت خلال الحملات الانتخابيه. اما وقد انتهينا من الحملات الانتخابيه ودخلنا الى المجلس وشفنا هذا المشهد، هلا طبعا نحن ننبسط انه في تنوع ديمقراطيه وننبسط انه في انتخاب ويجب ان يكون في انتخاب، بس يعني الجو العام ما كان جو مريح. عم بحكي من وجهه نظري واتمنى اني انا اكون خاطئ، واتمنى انه يكون هذه الوصف اللي انا وصفته ينتفي مع اجتماعات المجلس القادمه بدءا من اجتماع يوم غد. فحتى الان انا بزلت متمسك بهذا الجو الصدامي لانه شايفين انه في يعني عدم تفاهم بالحد الادنى، اللي ما عم نقول انه لازم المجلس يكون معلب، لا بالعكس. هلا انا عم بيقولوا انه بكره في انتخاب للجان، ايه جيد جدا يكون انتخاب للجان، ما ضروري يكون في تفاهم وخالص مخلص والله تفضلوا ما بيقولوا انه يلا خلصنا امورنا نمضي، لا ما بدنا نحن هيك، ما بدنا بنفس الوقت يكون في هذا التشنج وهذا الصراع وهذه المناكفات ومرك لي تمرك لك، هذا انا اللي خليني اوصل الى النتيجه اللي عم بحكيها. برأيك هذا المجلس قضى على فكرة تعليب الاستحقاقات قبل طرحها؟ يعني مثل ما قلت لك يعني حتى يعني رح يأثر على أداء المجلس وعلى أداء رئيس المجلس، يعني شفنا حتى أداء الرئيس بري تغير بأول جلسة انعقدت. لك حقلك شغلي هلا،
سواء الواحد بيحب ولا الرئيس بري او ما بيحب الرئيس بري، انا بس بعتقد الرئيس بري ادار هذه الجلسه بقدر يعني بقدر كبير من الحكمه والتأني والاستيعاب. يعني اللي شفناه مش هو الرئيس بري تماما اللي بنشوفه في بقيه الجلسات. نحن امام مجلس نيابي جديد وامام تعاطي جديد للرئيس نبيه بري، لانه عارف كمان الرئيس ما بيقوله، بيعرف البير وغطاء، شايف كيف كان الجو. نحن اليوم امام مجلس جديد، نعم، ولكن نتمنى هذا تبع فيه والجو جديده في تديريين في ما يسمى بالسياديين، وفي عندنا معارضه قويه وترجمت بالانتخابات، خصوصا انتخاب انا حقول لك شغلي، مش بس انتخاب نائب الرئيس، حتى نعم. قبل انتخاب نائب الرئيس كان نحكي عن انتخاب الرئيس، انا كنت حتى عندي يعني حذر عن انتخاب الرئيس، لانه سمعنا كلام اخي الكريم جيمي انه احد النواب الجدد بيقول انه نحن ليش بدنا ننتخب رئيس من مجلس نواب صحيح. من الشعب. صحيح. يعني انا بصراحه هذا الكلام نأزني، لانه من المبكر ان نتحدث بهالامر، احنا ان شاء الله بنوصل الى انتخاب الرؤساء من دون ما يكونوا للطوائف، بس انه قتل يعني بحبه حبه، ما بدنا اول ما نفوت يعني بهالجو الصدامي. وكان في يعني كلام كمان ايضا مباشر وموجه ضد الرئيس نبيه بري، مثلا قاله رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قال نحن ما بدنا الرئيس بري. يعني كان في جو قبل أن نتحدث عن انتخاب نائب الرئيس. بعدين شفنا انتخاب نائب الرئيس أيضا كمان الأمور كيف كانت بيقولوا على المنقار، إلى أن تركز الهجوم فيما بعد على أمانة السر، وشفنا ما حصل في أمانة السر. أخي الكريم، يعني من انطلاقا من يعني اعتبارك هذا المجلس صدامي، كمان بتعتقد معادلة 65-63 ستتكرر؟ وهل هيدول الرقمين هن يلي رح يؤدوا إلى إذا بدك انقسام عمودي رح يكون بالمجلس؟ يعني أكترية هون أو بالأحرى أقليات هون وأقلية تانية ميل لكن صلبة، رح يكونوا عم بيشدوا أكتر على مجموعاتهم، هيدا الشد أكتر تيضلوا محافظين على أرقامهم، هيدا رح يؤدي إلى تشنج بالمجلس، رح يؤدي إلى تعطيل الساحات تانية. يعني طبعا 65-60 معناتها نحن 65-63 يعني واقف الخبرية على النايبين، بفزوا من هون بيجوا هون، بفزوا من هون بيجوا هون. بس يعني خلينا ناخد خلينا ناخذ انتخاب نائب الرئيس. نائب الرئيس كان 65-60 اذا انا ماني غلطان، ما هيك كان 65-60 اول جوله كان 64. طيب خلينا نقول بعد عم نحكي بعدين، نحن صارت 65-60 صح؟ لا، بنتيجه الانتخاب رجع طلع الياس مصعب بال 65 كله 65. طيب والمنافس وديت طلع تقريبا 60. ايه ب 59 بعتقد او شيء هيك 60، خلينا نقول 65-60 يعني كما اذكر انا. نعم. اذا بدنا نتل بجور 65-60 طبعا، يعني انا كمان ببي تخوف انه ما يكون هذا المجلس منتج. بس خليني اقول لك شغل، مثلا هلا جايين نحن على استشارات نيابيه وتكليف رئيس للحكومه، ما هيك؟ نعم. هلا نحن حتى الان 65 وعطوا للرئيس نبيه بري من دون التيار الوطني الحر كما بات معروفا يعني. ولكن انت حضرتك بتصدق انه التيار الوطني الحر ما انتخب الرئيس بري بين هلالين؟ ليك خليني لك شغله، رئيس التيار الوطني الحر كما اكد لي اكثر من يعني من نجم سميه النجم داخل التيار، اكدوا لي انه ما انتخب الرئيس الا اللي خارج التيار. انا بعتقد نائب الرئيس الصديق الاستاذ الياس مصعب اعتقد انتخب الرئيس نبي بري، اعتقد ذلك من باب يعني فيهم باب اللياقه كمان. بعدين اللي خارج التيار وهن يعني متحالفين مع التيار مثل التشناك وغيرهم، هلا مثلا استاذ محمد يحيى اللي هو يعني انه تحت جناح التيار بس مش من ضمن التيار، انتخب الرئيس نبي بري. نعم. وحتى بدي اقول لك شغله، حتى النواب السنه يلي كانوا مجتمعين ببيت الاستاذ بدر وطلع كلام انه هن ما حينتخبوا الرئيس بري وما حينتخبوا الياس مصعب، ومعظم المحطات التلفزيونيه والاذاعيه ووسائل الاعلام قالت انه صار في اتفاق على ان هن ينتخبوا الدكتور سكيف. نعم. ونزلوا ورقه بيضاء
أنا بكل صراحة تواصلت مع أحد المشاركين وهو أيضا طرابلس الأستاذ كريم كبارة، وسألته، كانت الساعة 11 ليلا يعني عشية انتخابات رئيس المجلس. سألته شو القصة؟ صحيح أنتم خلاص تفهمتوا؟ قال لي ما تفهمنا بصراحة، الأمور ضايعة كلها. سوا قلت له ضايعة عن نائب الرئيس؟ قال لي وحتى على الرئيس بري. ثم تبين بعد ذلك أن عددا يعني لا بأس به من النواب السنة أعطوا أصواتهم للرئيس نبيه بري، وأعطوا أصواتهم للرئيس للسيد أبو صعب. أنا عن كل هالكلام بس أقول لك شغلي على قصة ال 65 وال 60. إيه تنرجع على موضوع الاستحقاقات القادمة. نعم، هلا نرجع لك استحقاقات القادمة. هلا مثلا تنقول في تكليف، حتى الآن بين أنه في جفاء بين الرئيس نبيه ميقاتي والتيار الوطني الحر، بين أنه في جفاء واضح. ولكن أنا كمان تواصلت مع التيار الوطني الحر وسألته بالنسبة لهذا الجفاء. قالوا لي أنه ما في يعني ما في شيء مستحيل، يعني الأمور فيها أخذ وعطاء وفيها بحث معمق مع الرئيس ميقاتي، في بعض الاستفسارات، في بعض الشروط، في بعض الضمانات. منها على سبيل المثال، أنا هيك عم بحكي لحالي لأنه سمعت هذا الكلام، مثلا وضع الرئيس حاكم مصرف لبنان على سبيل المثال يعني. نعم. والتدقيق الجنائي أيضا، والنزوح السوري، يعني في عدة مواضيع بدها بحث معمق مع الرئيس نجيب ميقاتي. هلا في حال توصل التيار إلى تفاهم ما مع الرئيس نجيب ميقاتي، أكيد حيعطي أصوات للرئيس نجيب ميقاتي. يعني هي قصة ال 65 ما بقى نشوفها أستاذ جيمي، حنشوف أصوات أخرى 17 18 اللي حياخذ الرئيس. عم نحكي نحن طبعا سيناريو، صحيح سيناريو نعم، حياخذ يمكن تنقول 75 76 إلى ما هنالك، فبتتغير الأمور. هلا كلياتها يبدو على القطعة، الشغلة اللي حتتم هلا بداخل مجلس النواب يبدو على القطعة. فإذا كمان اشتغلنا على القطعة يعني كمان مشكلة، يعني عارف كيف. هلا هو بعيدا عن موضوع التكليف، اليوم موضوع التكليف ممكن يعني ينحصر بسيناريو أو اثنين أو ثلاثة ماكسيموم، ولكن موضوع التشكيل قديش قادر الرئيس ميقاتي يرجع يقدر يشكل، أو أي مرشح آخر للتكليف إنه يكلف بهذا الموضوع، وعندك الوزير جبران باسيل عم بيطالب بحكومة سياسية، لا وفوقها بده الطاقة وبده العدل وبده الخارجية. يعني اليوم قديش قادرين نروح على عملية تشكيل حكومة؟ أخي الكريم، قبل ما نحكي بتشكيل الحكومة خلينا نحكي انه نحن حتى الان الاستشارات النيابية الملزمه بعد ما دعيلها لم تتم الدعوه لها. انا صراحه سالت اول من امس، سالت في القصر الجمهوري، سالت عن انه شو اخبار الاستشارات النيابية الملزمه. بتعرف حضرتك من بس من يومين ثلاثه اذا انا ما غلطان يوم الجمعه تسلم القصر الجمهوري، صحيح، لائحه توزيع الكتل من الامين العام لمجلس النواب، صحيح، علما انه في بعض النواب الجدد ما حزموا امرهم وين موجودين. على كل حال كان القصر عم يقول انه نحن ناطرين الجدول، اجى هذا الجدول. هلا انا قالوا بعدين انه في انتخابات اللجان يوم الثلاثاء، ولكن كمان كده لي في القصر انه هاي انتخابات اللجان ما بتشكل يعني سبب لعدم دعوه الى الاستشارات النيابيه. ولكن وهذا الكلام يعني الوحيد بتوقف عنه، نعم. ولكن القصر الجمهوري ما زال يدرس ما حصل في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمانة السر. وهذا الكلام يلي حقوده من أجواء القصر من تشرزم وتبعثر، هيدي وقلصنا منه، نعم. لذلك القصر الجمهوري يريد دعوة انتشارات النيابية، ولكن تضمن هذه الاستشارات تأليف الحكومة، وإن لم يكن تأليف الحكومة فعلى الأقل تكليف وازن. يعني عرفت كيف أخي جيمي شو تكليف وازن؟ يعني بشخص المكلف، بشخص الرئيس. نعم، يعني إذا نحن إذا بدهم يعني يعملوا استشارات نيابية، أنا عم بحكي الدوائر الخاصة، نعم،
دوائر القنصلة عم تقول انه نحن اوكي بدنا ندعي لاستشارات نيابيه، بس بدنا نشوف اذا هالاستشارات النيابيه بالفعل ستؤدي الى تشكيل حكومه. يعني بعضهم بضمن منطق التعليب عم بيعلبوا الاستحقاق قبل ما يتوجهوا له. هلا ليك تقلك شغله الست لا اولى اولى مثل ما هي يعني استاذ ارجع لك علي بس نعم. بس حتى كمل فكرتي. هني عم يقولوا انه نحن بدنا نعمل استشارات نضمن انه يكون فيها حكومه، مش انه ولا نعمل استشارات وما نضمن انه في حكومه. هيدي وحده عم بحكيك رايي، حجاوبك على سؤالك اكيد. بعدين انه نحن اذا ما كان في استشارات نيابيه متوضحه صوره الحكومه، على القليل يكون رئيس مكلف وازن. يعني انا عم بنقول لك كلام دوائر القتل الشر. نعم واضح حكي جيمي لهلا؟ نعم. هلا ترد عليك استاذ جيمي. هلا انا بعطيك رايي، مش رأي القصد الجمهوري، جوابا على سؤال حضرتك. نعم. هلا مش قصة هون، نحن بالفعل بعد الشيء اللي شفناه، التجرزم، التفكك، شو بدك سميه يعني، هذه الصورة الجديدة علينا نحن. أنا مثلا 57 سنة صحافي، رفقت الكثير من مجالس النواب وانتخابات كذا، مني شايف ولا مرة مثل الشيء اللي شفته بجلسة انتخاب الرئيس المجلس. طبعا هذا شيء جديد بدنا نعتاد عليه ونتأقلم معه وإن شاء الله يقلل. هلا بالنسبة للرئيس الجمهوري، طبعا عنده حذر أنه كمان نحن نعمل استشارات نيابية وهيك يعني في الفراغ، ما بعتقد كمان خطوة كويسة. عم بحكيك أنا هلا شو التفكير هذا تفسيرك واضح. نعم شو التفكير بدوائر القصر الجمهوري. نعم. ولكن يعني فينا نفهم انه حتى الان لم تتبرور الصوره لكي تتم الدعوه الى 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 الاستشارات النيابيه الملزمه. بعدين عم ينحكى كثير مثل الرئيس نجيب ميقات، وحضرتك سالتني سؤال انه الوزير بشير بده حكومه سياسيه. نعم. الى ما هنالك، بس كمان انا سمعت الوزير بشير بيقول إذا ماني غلطان صحح لي بليز، سمعته. لا أنت أستاذ بتصحح لنا. حكومة اختصاصيين مدعومة من سياسيين. نعم. وقال ذلك الوزير بسير، حكومة اختصاصيين مدعومة، يعني هيدي الموجودة. بس وقت اللي بيرجع بيحكي عن وزارات، بده هالوزارة وبده هالوزارة، شو بيكون شو مهم التسوية ساعتها؟ هلا وزارة الطاقة هلا مع مين؟ وزارة الطاقة حاليا مش معهم يعني الوزير فياض، هو بعتقد هن اللي يسموه، ما هيك؟ صحيح. هلا الرئيس ميقاتي طبعا مشهور عنه بتدوير الزاوية. أول شيء بدنا نشوف إذا الرئيس ميقاتي عنده استعداد. الرئيس ميقاتي كان يقول إنه أنا مستعد شكل حكومة إذا لقيت الأمور مسهلة إلي، إذا أنا حشكل حكومة بالوقت السريع. هلا بعتقد أخي الكريم، نحن عنا 4 أشهر فقط لأي حكومة بدها تيجي، عمرها 4 أشهر. نعم. وبعدين بده ينتهي عاد الرئيس ميشيل عون، وهذه الحكومة بدها تتولى الأمر رئيس يتم انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. يعني من الأفضل، عم بحكيك هلا هون رأيي الشخصي، أنا من الأفضل الإبقاء على الرئيس ميقاتي، أنا مش أقول على الحكومة، الإبقاء على الرئيس ميقاتي أولا أسرع، وثم هذه الحكومة أكيد كمان وفقا لمعلوماتي الرئيس ميقاتي بده يبقي عليها، بده يشيل 4-5 وزراء أو أكثر أو أقل الأكمنية، يعني ما بعرف بالضبط، بس إنه بده يعمل تعديل، بس ما مشان شيء، مشان السرعة ونكسب وقت، لأنه ما تنسى إنه كمان هو بده يستشير الرئيس ميقاتي، وكمان بده يعمل بيان وزاري، أوريدي البيان الوزاري موجود، بده يروح على مجلس النواب. فأفضل حل سريع للوقت الحاضر، للوقت الراهن، 4 أشهر حكومة ل4 أشهر، أفضل يعني نعتمد على الموجود اللي بين إيدينا. برأيك هذا الطرح اللي حضرتك هلا قدمت فيه، قديش قادر يعني بالعربي المشبرح مثل ما بقوله، قديش قادر يجيب أصوات بالمجلس النيابي؟ قلت لك مشان هيك أنا استبقت كلامي، قلت لك إذا وافق التيار الوطني الحر ما حندل عليه 65-60 تتغير الأمور يعني. بس مين من الفريق الآخر إذا صح التعبير التغييري أو السيادة أو تعددت الأوصاف، لأنه مين ممكن يمشي بحكومة برئاسة الرئيس ميقاتي ويكون عليها بعض التعديلات عن شكل الحكومة الحالية؟ المستقلين معقول يمشوا فيها؟ ما بعرفين، بس خليني أقول لك شغلي، افترض ان عمل استشارات نيابي، ماشي،
نعم واخذ الرئيس بقاطع او غير الرئيس بقاطع 65 والباقي 60 مين حيطلع؟ اكيد الاكثر. عشان هيك عم اقول لك انه من الافضل انه تكون يعني ما يكون في هذا يعني كمان الانقسام بالتكليف، هذا الانقسام بالتكليف كمان انه 65 60 كمان رقم. برايك قادره حكومه تصريف اعمال تدير الفتره من هلا لانتهاء ولايه الرئيس عون؟ استاذي الكريم هذه من الخطوره بمكان. حكومه تصريف الاعمال ممكن تشتغل اوكي، ولكن في حال انتهى عقد الرئيس العماد عون نعم. وما في حكومة إلا حكومة تصريف الأعمال كلفنا خاطرك فتنا بالفراغ. لا يجب أن تكون هناك حكومة تصريف أعمال عند انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، يجب أن تكون هناك حكومة أصيلة حائزة على ثقة مجلس النواب. وإذا ما وصلنا لأنه هلأ في كتير ناس أو في كتير كتاب أو متابعين عم بيقولوا أنه التكليف رح ياخد وقت، التأليف رح يتعذر، وانتخاب رئيس للجمهورية أيضا رح يتعذر. إذا وصلنا بهيدا السيناريو برأيك لوين رايحين؟ طيب خلينا نبلش نحن بالسيناريو الأول. مثلا بلشت بانتخاب رئيس مجلس النواب بعدين نائب رئيس، انتهينا من هالسيناريو. هلأ عندنا السيناريو التكليف. إذا اعتمد يعني التصور اللي أنا حكيته نعم. الأمور أسهل وأسرع في حال نعم. هلأ في إلى معارضة أوكي، كل واحد اللي بيعارض أو بس حتى لو الرئيس مئاتي مش أكيد أنه رح يقدر يشكل، مش رح يقدر ياخد الثقة. الحكومة موجودة نرجع أخي جي نرجع ما هي عم بتدور قلت لك عم بتدور بين 65 و 63 نرجع على القصة تروح لازم يكون في شوية تواتر يعني بالحد الأدنى نخرج من 65 عند معمول أنا يأخذ 90 ولا بالقليل يكون في 72 75 يعني حتى الحكومة كمان تقدر تقلل يعني كمان بعدين. حلو كتير بجد يعني إذا كان في حكومة وهالمرة في معارضة حقيقية وداخل مجلس النواب ومحاسبة ومتابعة، هذه شغلة كتير كويسة وهذه لمصلحتنا كلياتنا، لمصلحة أصالح كل اللبنانيين يعني. لأنه طول عمرها تجي الحكومات ما حدا بيحاسبها، سيري فعين الله ترعاك. وشفت الحكومات كلياتها اللي سيري فعين الله ترعاك لوين نعم. وصلتنا للكوارث. نعم برأيك راجعين على مبدأ الأكثرية تحكم والأقلية تعارض؟ حتى الآن ما مبين في أكثرية بغض النظر مين هي الأكثرية، الأكثرية اللي ممكن تؤدي إلى يعني تأمين الثقة للحكومة المقبلة. برأيك رح يصير في ناس داخل الحكومة مأمنين أكثرية وأقلية رح تبقى بمجلس نواب ولكن رح تكون وازنة هالمرة وتعارض؟ حسب ما مبين، حسب ما لاحظنا المتابعة هلا كمان بكرة بدنا نشوف انتخابات اللجان كمان تتوضح الصورة أكثر. حتى الآن ما في شيء هيك في يقول يدعي اني انا عندي الاكثريه، بس انا فيني اقول لك مثلا انه في شيء لافت بدنا نتوقف عنده ونحلله. طبعا ما قلت لك انا انه دوائر القصر الجمهوري عم تدرس تداعيات الجلسه، يعني هي طبعا بعتقد محقق في ذلك تدرس شويه تداعيات الجلسه. انا بتوقف بكل صراحه هون عند انتخاب امينه السر. انتخاب امينه السر كان في يعني هون فينا نقول نتيجه كثير واضحه جدا، بده كتير واحد يتوقف عندها اللي هي خسارة، لا يعني خسارة لا بأس بها للنائب الأستاذ زياد حواط أمام الأستاذ ألان عون. وأنت بتعرف أستاذ الكريم أنه الأستاذ زياد حواط كان مرشح القوات اللبنانية نعم. بينما بنائب رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس النواب لم يكن الدكتور غسان يعني بشكل واضح مرشح القوات اللبنانية، ولكن مرشح القوات اللبنانية الأستاذ زياد حواط. كان في فرق كبير بينه وبين الأستاذ ألان عون، كمان بده يأخذ الواحد يقدم عن الاعتبار ويحللها يتوقف عندها خصوصا من جانب القوات اللبنانية. غسان كيف كان مرشح القوات اللبنانية من تحت الطاولة برأيك؟ بعتقد كان في تفاهم عليه، ولكن حسب ما ظهر
غسان سكيف هو مرشح الحزب الاشتراكي اللقاء الديمقراطي الأستاذ وليد جنبلاط. نعم استاذي، بخصوص المشاكل والاستحقاقات يلي عم نحكي فيها، في حال يعني ان شاء الله لا ضبط السيناريو الأسوأ، تعطيل تعطيل وتعطيل، هل هناك رح نوصل لنشهد تسوية كبيرة بتطال كل الاستحقاقات، ويمكن تكون مرتبطة او اكيد هي مرتبطة بالواقع الاقليمي والدولي؟ اكيد نحن متاثر دائما بالاستحقاقات الكبرى. احنا بيجبوني مثلا وقت اللي بيقعدوا بيحكوا بالاستحقاق الرئاسي وفلان لا فلان لا فلان لا فلان، لو نحن الراي لنا بسيطه من الاستحقاق الرئاسي ممكن نقدر نتفاهم عليه، يعني يصير في اخذ وعطاء بهذا الموضوع، ولكن في راي خارجي بالنسبه خصوصا الاستحقاق الرئاسي، في عندنا راي خارجي بمؤثر بالاستحقاق اللي هو الاستحقاق رئيس الجمهورية. أنا عم باني يعني لذلك هيدي أطلب الاستحقاق الرئاسي رئيس الجمهورية مش بس بإيد اللبنانيين يعني، فما كتير كمان يضيعوا وقتهم، طبعا عليهم أنه يبحثوا وتفاهموا على رئيس، ولكن يعني ما يتيقنوا أنه والله هن لهم الكلمة الفصل. تعرف حضرتك استاذ جيمي، كل الرؤساء الجمهوريات اللي إجوا كليتهم إجوا بمطبخ خارجي ايضا يعني. هل راح يكون الانتخاب هل راح يكون انتخاب رئيس الجمهوريه المقبل؟ عفوا؟ عم قول طبخين شاركوا بالطبخه، طبخين ايه. خارجيين بيشاركوا بالطبخه. هل راح يكون انتخاب رئيس الجمهوريه المقبل داخل لبنان ولا راح يتم انتخابه خارج لبنان؟ يعني عم بقصد انه رايحين على مؤتمر دولي او بدعم دولي. فهمت عليك، انه يتم التفاهم عليه مثل ما صار بالدوحه مثلا، هيك صحيح قصدك؟ صحيح. يعني طبعا ليك هذا الطرح موجود، يعني هذا الطرح موجود بالمستبعد. يعني انا شخصيا بتمنى ما يصير، نتمنى نحن لحالنا نتفاهم، بس يعني ما بعرف الى متى. انا عم بحكي مش عم بحكي كل اللبنانيه، بس الى متى في بعض الافرقاء في لبنان دائما بدهم يطلعوا للخارج وبدهم ياخذوا راي الخارج. يعني والله ما بعرف امتى حنوصل لهالنهار هذا، نتحرر ونحن ننتخب رئيس نتفاهم عليه بالحد المعقول والمعقول، ونقول له تفضل يا سيدي تسلم زمام الامر وتسلم الدفه وقودنا الى الشاطئ الامين. بركي بهذا المؤتمر ينطرح موضوع الحياد مثل ما حكي غبطه البطريرك، لانه اكد كذا مره انه راح يكون هناك او دعا كذا مره لمؤتمر برعايه دوليه بيناقش موضوع الحياد ومواضيع تانية مثل موضوع السيادة. يحكي عن مؤتمر قبل الاستحقاق الرئاسي، يكون عم بمهد لهيدا الاستحقاق بطريقة سلسة، يكون عم بتناول بعض التعديلات الدستورية، وأهم شيء موضوع المهل تحديدا يلي هي أساس كل العوائق يلي عم بتصير بالانتقال من استحقاق إلى استحقاق آخر وبالحياة الديمقراطية. وموضوع ثالث هو وضع أسس للاستراتيجية الدفاعية بما يختص بكمان سلاح حزب الله. تعتقد هيدا المؤتمر رح كل اللي عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط عم بيخدنا بهيدا الاتجاه؟ هلا عم تحكي حضرتك على مؤتمر وكأنه المؤتمر عم يعني عم شو اسمه يعدود العدة تاته. صحيح. أنا بعتقد استمر حكى بالمؤتمر بشكل يعني فعال، بس حضرتك بس باعتبارك ذكرت الحياد، طبعا قصة الحياد في خلاف حولها استاذ جيمي حتى الآن، لذلك لا يمكن انه يصير في الآن يعني النقاش حول الحياد، لانه موضع خلاف كبير كثير. هلا على سبيل المثال احنا عم نحكي على الحياد، طبعا احنا هلا ما فينا نكون محايدين، واكيد قبطة البطرك لا يقصد ذلك. يعني هلا نحن بوضع كريش مثلا ما فينا نكون محايدين، والله يا عمي على الحياد بعدوا على الحياد وشوف شو بده يعمل المجتمع الدولي. لا بدك، ولكن حضرتك بعدك لا بعدك عم بتقول على امل انه نصير ننتخب بالداخل، وعلى امل ما يعني حضرتك بذاتك كنت عم تحكي عم تتمنى. ايه بتمنى وما ازال اتمنى بالشهيق وبالزفير بتمنى اخي جوني ان يكون في اتفاق، بس انا عم بقول انه الحياد بده اخذ وعطاء. يعني بقصد مساله الحياد ما متفقين عليه، بعدين ما كل واحد اطلق يعني قصه الحياد، ما كل واحد اطلق مثلا شغله انه لازم لا خلص هي تسري، لا بدنا نتفاهم عليها يمكن نوصل الى الحياد له
هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد، لا يعني في الحياه بده اخذ عطاء، بده تفاهم حوله، في انقسام، انت بتعرف نعم. استاذنا الكريم صحيح حتى صحيح. قصه الحرب والسلام، حتى قصه قرار الحرب والسلام، بتعرف انا عندي راي يمكن ما بيعجب الكتار او بيعجبهم، انا ضد انه نستعمل كلمه قرار الحرب والسلام، احنا ما لازم نستعمل، نحن لبنان ما بيشن حرب، يعني ما نحن ما بنشن حرب، بعمرنا ما شنينا حرب، نحن نعتدى علينا ونواجه وندافع، هذا برايي قرار المواجهه والسلام افضل من قرار الحرب والسلام، قرار الحرب والسلام لطيف نحن بدنا نعمل حرب هون وهون، ما نعمل حرب، نحن دائما نتلقى الضربات وندافع عنها ابتداء من احتلال اسرائيلي وصولا الى يومنا هذا، تفضل يا سيدي هلا نحن عندنا اعتداء علينا اللي هو بكريش، ما في هون قصه يعني في اعتداء علينا بدنا نواجه هذا الاعتداء، والدولة بدأت تواجه هذا الاعتداء. بدي اقول لك شغله يا استاذ جوني، رجاء انه نعم. تقرا بيانات رئيس الجمهوريه، واكيد حضرتك قريته، رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب تحدثوا عن انه هذا بهز الاستقرار وهذا اعتداء على لبنان، بعتقد سمعت هالكلام حضرتك. صحيح اذا له معنى يعني. المشكله انه بنقرا بيان وبنقرا من بعده بيان مناقض تماما، يعني للاسف. المشرف على موقع الانتشار الصحافي الاستاذ ابراهيم عوض، اهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكي بالسياسي. شكرا لك على هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام، لهم بنكون وصلنا لختام الحلقه اليوم، نلتقى نحن وياكم بكره بحلقه رح نكون عم نتابع فيها موضوع انتخاب لجان بالمجلس النيابي.